أنا أعتقد ما يحصل في البحرين نرى أنها حركة شعبية تحمل مطالب ذات أبعاد. المطالب ليست وليدة الساعة، العديد منها مضى عليها 10 سنوات، ربما بعض المطالب قبل ذلك. هذه المطالب الشعبية ليست من وجهة نظري عندنا فيها مشكلة، العديد منها مطالب مشروعة ومقبولة، قد نختلف في أسقفها وقد نختلف في آليات تنفيذها، لكن مطالب مشروعة في العديد منها طالما تماشت مع الرغبة الجماهيرية والتوافق الوطني في هذا الموضوع. هذه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار حينما نتحدث عن الوضع السياسي في البحرين. هذه الاعتبارات يجب أن تؤخذ حينما نتحدث عما يحصل في البحرين من حراك شعبي، وهو حراك له طابع ديمقراطي سياسي مقبول تماما، قد نتحدث. أنا أتفق معك في الشرح، يؤكد أن عجلة الإصلاح 10 سنوات، العجلة الإصلاحية كانت بطيئة، وهذه إفرازاتها التي نحن نواجهها الآن في المرحلة الحالية.